عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دان صحابي كرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamberlik sana ne zaman vacip oldu, verildi diye sordular. Buyurdu ki Adem aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken. Tirmizi Sünen Menakib 1 hadis no 3609.